في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من تعليم الابتدائي الدرس الثالث الأشكال الهندسية التوازي والتعامد، هذا عندنا في الصفحة 16 و17. إذا الدرس الثالث هو عندنا الأشكال الهندسية، الحصة الثانية أكتشف وأتمرن. السؤال الأول، عند أرسم الخطاء بواسطة المسطرة وأكمل الرسم. إذن غناخد المسطرة ونحاولو نكملو هذا الرسم. إذن هذه القطعة الأولى نكملو بهذا الشكل. المسطرة دائما المسطرة نستعمل ونكملو هذا الرسم. نعم، على هذا الشكل. ثم هذه الخطوط المتقاطعة هي غنكملوها بواسطة المسطرة، نكملو لنحصل على شكل ديال بيت العنكبوت. السؤال الثاني، أربط كل ثلاث نقاط أو أكثر بواسطة المسطرة وأرسم مستقيما كما في المثال. إذن على الشكل، بواسطة المسطرة ثلاث نقاط أرسم. إذن هذه هي الخطوط. الشكل السؤال الثالث، أعيد رسم الشكل وألونه. هذا الشكل نعاودو مثله بحالو رسمه هنايا. إذا غنرسمو هذا الشكل، لاحظ نحسبو هاد التربيعات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تربيعات. إذا هنا ثمانية تربيعات، ورسمو أيضا هاد الضلع أيضا يكون مساوي لهذا الضلع أيضا، ثم الضلع الآخر الثالث الرابع، ونجيو هنا نرسمو النصف. نعم، لا دياغونال من بعد، لأن بهذا الشكل أحسب عدد التربيعات، واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذن عندي أيضا هنا أربع تربيعات، وعندي أربع تربيعات في هذا، كنرسم هذا الخط، هذا الخط، ثم نعم، وكان في الأخير ألون هذا الرسم، هذه الجزء هذا بالأحمر الأصفر، ألون هذا الجزء بالأخضر والأجزاء الأخرى. السؤال الرابع، أعيد رسم الشكل وألون هذا الشكل هذا بحالو نيت. إذا كنحسب هنا واحد جوج ثلاثة، النقطة الثالثة أرسم هذا المستقيم، ثم أيضا كنحسب النقطة الأولى الثانية أرسم هذا الخط المستقيم. نعم، أيضا هذا المستقيم. نعم، إذا ومن بعد كنلون هذا الشكل ولونه. خامسا، جوتيليز اون فوي اي جو لابلي ان سويفون لي ستاب. إذا آخذ ورقة وأطويها على أربعة كما في الصورة عندنا، على أربعة، على اثنان، ثم على أربعة، ومن بعد على المرحلة الثالثة أرسم زاوية خائبة. جوفغ لا فوي اي جو تراس لي دو دروات. إذا أفتح الورقة وأرسم هذين الخطين. لي دو دغوات ديتيرمين كاتر أنجل دغوات دغوات. إذن الخطوط الاثنين كيحدونا واحد الزوايا أربعة، هاي زاوية خضراء صفراء زرقاء وزاوية حمراء.
de Narol, les deux droites sont perpendiculaires. Perpendiculaires, معناه متعامدين. المستقيمين متعامدين. سؤال سادس: أقارن المسافات بين كل نقطتين من اللون نفسه باستعمال أدوات هندسية مناسبة. المسافة بين النقطتين الحمراويين، لاحظ، إذن إما أن تستعمل المسطرة، هذا المسطرة، أو نستعمل بيكار على هذا الشيء أيضا. إذن كنقيسوها هنا، كنلقاو نفس المسافة من المستقيم الأزرق، إذن نفس المسافة. نقول المسافة بين النقطتين الحمراويين تساوي المسافة بين النقطتين الخضراويين، وتساوي كذلك المسافة بين النقطتين الزرقاويين. إذن المستقيم الأزرق والمستقيم البرتقالي متوازيان. هذا المستقيم الأزرق هو البرتقالي وهذا الأخضر، والمستقيم الأحمر متوازيان. السؤال السابع: ألون كل زاوية قائمة وأضع علامة تحت كل مستقيمين متعامدين. باش كنقيسو الزوايا القائمة بواسطة المثلث عندنا، إذن هذه زاوية قائمة، أضع علامة، أضع علامة. أضع علامة تحت كل مستقيمين متوازيين. هنا هذين مستقيمين متوازيين، هذو لا، نعم هذين مستقيمين متوازيين، نعم، وهذين ليس متوازيين، هما متعامدين. نأتي إلى السؤال التاسع: أرسم مستقيما عموديا على المستقيم الأحمر يمر من النقطة الزرقاء في كل حالة. هذه عندنا هي النقطة الزرقاء. إذن المستقيم العمودي نستعمل المثلث، إذن نستعمل المثلث على هذا الشكل. إذن أحد الضلعين يكون على المستقيم الأحمر، ثم نرسم مستقيم آخر متعامد مع هذا المستقيم الأحمر، بحيث أنه يعطينا هناك، يعطينا زاوية قائمة. نأتي أيضا إلى الشكل الآخر، هو نفس الشكل المثلث، دائما أحد الضلعين موضوع على المستقيم الأحمر، ثم نرسم مستقيم آخر متعامد مع المستقيم الأحمر، بحيث أن هناك يعطينا واحد زاوية قائمة. إذا نأتي إلى السؤال العاشر: Je trace une droite passant par le point bleu et parallèle à la droite rouge dans chaque cas. إذا في هذه الحالة، هذه المرة، une droite passant par le point bleu. هذا الدروات الخط مستقيم يمر من النقطة الزرقاء، ولكن parallèle. ما معنى parallèle؟ parallèle أي متوازية على الدروات الروج، متوازية مع المستقيم الأحمر. إذن نستعمل أيضا المثلث لنرسم متعامد، هو بالأخضر متعامد. نستعمل المثلث أيضا، مثلث أحد الضلعين على المستقيم الأخضر، لنرسم مستقيم آخر أحمر متعامد مع هذا الأخضر، وهذا المستقيم الأحمر
سيكون هو متوازي مع المستقيم الأحمر. نفس الشيء بالنسبة للشكل الآخر، نرسم مستقيم متعامد ونستعمل مع المستقيم الأحمر، ثم نرسم مستقيم آخر متعامد مع هذا المستقيم الأخضر. إذن هذين الآن مستقيمين الأحمر بجوبهم متوازيان. إذن نكون بهذا الشكل قد رسمنا مستقيمين متوازيان. إذن هذه، ونأتي إلى نهاية هذه الصفحة. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.